إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، هذه الآيات كلها تتعلق بالإنسان الذي لم يعرف ربه، من قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كل هذه الآيات تتعلق بالإنسان الذي لا يعرف ربه. وكما يعني سبق أنه إذا أنعم الله عليه بنعمة يفتخر ويظن بأن الله ما أكرمه بهذه النعم إلا وأنه يحبه، فإذا تحولت النعم وتقلبت الأمور اتهم الله تعالى بأنه أهانه. ثم الله سبحانه وتعالى يخبر عن هذا الإنسان ويصفه بأوصاف، فقال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما يعني يفهم هذا الإنسان الذي لا يعرف ربه ولا يشكر الله على النعم ولا يصبر على المحن. فقال الله: كلا، أي ليس الأمر كذلك. ثم الله سبحانه وتعالى قال: بل لا تكرمون اليتيم، أي من خلقكم، من خلق هذا الصنف من الناس أنه لا يكرم اليتيم. وذكرنا بأن إكرام اليتيم هو إحسان إليه والمحافظة على ماله، محافظة على ماله وتنمية هذا المال لوجه الله تبارك وتعالى، هذا إحسان لليتيم. الإحسان الآخر وهو أنه لا يأكل ماله ولا يعتدي عليه ويحسن إليه كل الإحسان، هذا كله إكرام، كله إكرام لليتيم. وإكرام اليتيم جاءت في أحاديث كثيرة تبين فضائل إكرام اليتيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم اليتامى ويحبهم ويرعاهم، فمن صفات هذا الإنسان الذي أحب المال ودخل المال إلى قلبه أنه من صفاته أنه لا يكرم اليتيم.
أنه يأكل مال اليتيم ولا يخاف الله تبارك وتعالى. وهذا هو يعني الأمر الذي كان في الجاهلية، كان سائدا في الجاهلية، وأن اليتيم لا حق له، الضعيف كله لا حق له. فإما أن يكون عندك السلاح والأولاد والقوة لتمنع مالك، وإما إذا كنت ضعيفا فأنت ومالك في خطر، لا من يحميك إلا إذا كانت لك عشيرة قبيلة أو كذا. فكان اليتيم هكذا يعيش في يعني في هذا الوسط من الجاهلية، ولا من يحسن إليه ولا من يكرمه. ثم الله تبارك وتعالى تحدث عن هذا الإنسان وحبه للدنيا والمال، وأنه يجمع المال من حلال وحرام، وأنه يحب التراث أي الميراث، يحب التراث والميراث، وأنه لا يوزع مال الورثة بالعدل. يعني كان الجاهلية لا يوزعون يعني الإرث بالعدل، فكانوا كما ذكرنا في الحديث السابق أنه لا يرث عندهم إلا الرجل القوي الذي يحمل السلاح، وأما الصبي أو المرأة فلا حق لهما في الميراث. هكذا كانت شرائع الجاهلية، شرائع الجاهلية هكذا يعني قانونها هو القوة وليس العدل، قانونها هو القوة وليس العدل. فذكر الله تبارك وتعالى تعلق هذا الإنسان بالمال وبالدنيا، ثم يعني لما ذكر الله تعالى هذه الأوصاف وهذه الصنف من الناس، وهي صفات كلها ذمها الله تبارك وتعالى في القرآن، وذمها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأوعد الله تبارك وتعالى عليها بالعقاب لمن كانت هذه أوصافه وهذه أخلاقه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كذلك أوعد عليها بالعقاب لمن كانت على هذا الأمر، كذلك كان على هذا الأمر. ثم الله سبحانه وتعالى أعاد يعني لفظ كلا، قال كلا كلا، أي أيها الإنسان أنت أحببت المال، جمعت المال من الحلال والحرام، أكلت أموال اليتامى، ظلمت المسكين والضعيف، لم تعدل في الميراث، جمعت الميراث لوحدك ولم توزع على يعني من يستحقه، ماذا تنفع بهذا المال إذا دكت الأرض دكا دكا؟ ماذا تفعل بهذا المال؟ ماذا تصنع بهذا المال؟ فقال الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هل ينفع المال إذا جاءت يوم القيامة وسويت الأرض، جبالها وصخورها ودورها وقصورها صارت يعني موطأة، موطأة يعني تهدم كل شيء فيها، فاستوت وديانها وشعابها وجبالها وصخورها وقصورها ومدائنها، صارت كلها دكة واحدة أي ممهدة، فذهب كل شيء فيها، ذهب في يعني من هذه الأرض ومن هذه الدنيا كل شيء فيها. ماذا ينفع هذا المال الذي تلهف عليه الإنسان وظلم فيه واعتدى فيه وافتخر به وتكبر على عباده؟ أي شيء ينفع إذا دكت الأرض دكا دكا، أي إذا جاءت يوم القيامة؟ لأن الأرض كما في الحديث تمد مد الأديم، يوم القيامة تمد مد الأديم، الأديم هو الجلد،
الجلد إلا بغى يعني إذا أراد الدباغ أن يدبغه يعني يمهده ويحكه حتى لا تصير فيه يعني شعاب ولا كذا، فيصير الجلد ممدودا هكذا الأرض في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تمد الأرض مد الأديم، أي تبسط وتمهد مثل الجلد المدبوغ أو مثل الجلد الذي أراد أن يعني أن يدبغه الدباغ، فيعني تصير الأرض مثل هذا الجلد موطأة ممهدة لا فيها يعني اعوجاج ولا انبساط ولا انخفاض، فيذهب كل شيء فيها، وهذا ما يعني يكون يوم القيامة إذا قامت الساعة كما قال الله تعالى: فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملاك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إلى غير ذلك من الآيات. وترى الجبال وتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تمر مر السحاب. وقال الله في سورة الواقعة والآيات كثيرة كثيرة: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، أي هباء يطير في الهواء، لا تبقى هذه الجبال تصير مثل هباء، أي مثل يعني الشيء الصغير الذي تراه في يعني يخرج من النوافذ بعد الشمس، تراه يعني في الهواء، فتصير الجبال مثل هذه الأمور، غبار رقيق ولا يبقى لها أثر، يعني هذه الجبال العظيمة والتي يعني دامت مئات السنين وملايين السنين، جاء وعد الله فأصبحت هذه الجبال لا أثر لها. هذا معنى قول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، والآية في إخبار من الله بما تكون الأرض يوم القيامة، ثم أيضا في إشارة إلى أن هذا الإنسان كما ذكرنا الذي أحب المال وجمع المال من الحلال والحرام، إذا جاء هذا اليوم فأي منفعة من هذا المال؟ لا شيء، إنما يبقى الحساب، يبقى الحساب. ثم يعني بعد أن تدك الأرض يخرج الناس من قبورهم ويبعثون، ثم يذهبون يعني في الموقف هذا كله، يعني والناس واقفون في موقف واحد على في ميقات واحد على صعيد واحد، فيشتد عليهم الحال في هذا الموقف، يشتد عليهم الحال، فيذهبون إلى أولي العزم من الرسل كما في الحديث، أولي العزم يعني الرسل: نوح، إبراهيم، موسى، كلهم يذهبون، عيسى، يذهبون إليهم ويقولون: اشفع لنا حتى يقضي الله تعالى بين العباد، ليفصل بين العباد. فكلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول: لست بصاحب ذاكم، يعني لست بصاحب هذا الأمر، أي الشفاعة والتوسل إلى الله، لست أهلا لذلك. فتأتي نوبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون ويسألونه الشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها، أي أنا للشفاعة، أنا لها. قال: فيذهب إلى الله فيشفع، ثم يأتي ربك سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد، وهذا معنى قول الله تعالى: وجاء ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، أي وجاء ربك ليفصل بين العباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل الله تبارك وتعالى فيشفع، فيشفعه الله، فيأتي الله تبارك وتعالى ليفصل بين العباد، معناه ليحكم بين العباد. وهذه أول الشفاعات، وهي
شفاعة تسمى شفاعة الموقف. شفاعة الموقف أول الشفاعات، وشفيعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي في سورة الإسراء، حيث قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود الذي خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في الدعاء الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوني الوسيلة، سألوني الوسيلة، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الشفاعة. وفي حديث آخر: ثم سألوني الوسيلة فإنما هي منزلة عند الله لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، يعني هذه المنزلة. فمن سأل للشفاعة، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. هذا هو يعني المقام المحمود الذي يعني يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفعه الخلائق جميعا، مؤمنهم كافرهم يعني. وهذه الشفاعة خاصة كما ذكرنا، يعني يسأل الله تعالى أن يأتي إلى الخلائق ليفصل بينهم. قال الله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء ربك. ومجيء الله تبارك وتعالى عند أهل السنة أنه يجيء، مجيئه يليق بجلاله وكماله، لا نكيف ولا نمثل وكذا إلى غير، ولا نعطل أيضا. فنقول الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن، قال الله: وجاء ربك، وجاء بمجيء يليق بجلاله وكماله، لا يشبه مجيئه بمجيء البشر أو بمجيء أحد. فكما في الحديث في الصحيحين وفي موطأ الإمام مالك: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا النزول هو نزول يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، نزول خاص يليق به بجلاله وكماله. ونفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى، يعني كل هذه الآيات التي فيها مثل هذا فهي يعني من صفات نثبتها كما في القرآن أو كما في السنة، لكن لا نؤولها ولا نعطلها ولا نشبه أحدا فيها ولا نمثل الله تبارك وتعالى بأحد من مخلوقاته. فهذا هو مذهب السلف ومذهب الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء، يعني قول الله تعالى: استوى على العرش، فجاء رجل وقال له: كيف الاستواء، كيف الاستواء؟ فقال: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب الاستواء معلوم في لغة العرب، والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، أي تسأل كيف استواء الله، هذا من السؤال يعني الذي لا يسأله إلا أهل البدع. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني نكيف كيف استوى ولا كذا، هذا لا علم لنا به، والإيمان به واجب، هكذا مالك رحمه الله قال، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال من حيث الاستواء من حيث اللغة معروف، ولكن والكيف مجهول. استواء معلوم، والكيف مجهول في حق الله، لا نعرف لا نكيف. لماذا؟ الله تعالى أخبرنا بأنه استوى على عرشه فقط، ولم يخبرنا كيف استوى، ولم يخبرنا كيف استوى. إذن فالكيف مجهول، لا علم لنا به، الكيف لا علم لنا به.
ونحن نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه. هذا الإيمان به واجب، لأن هذا من أمور الإيمانية. كذلك قول الله تعالى وجاء ربك، كذلك المجيء في لغة العرب معروف، الكيف كذلك مجهول، الكيف مجهول لأن الله لم يخبرنا كيف جاء، إنما أخبرنا بأنه جاء فقط. فهذه يعني الآيات التي فيها مثل هذه الصفات أو مثل هذه يعني تبقى هكذا، فنقرأها نعتقد أن الله تبارك وتعالى جاء لموقف لفصل القضاء فقط، دون أن ندخل في يعني في التنقيب ولا في كيف وكيف ولا في يعني هذه كلها من الأمور المحدثة. ولهذا السلف الصالح ما كانوا يخوضون في هذه الآيات كلها، السلف الصالح كانوا يقفون عند يعني القرآن الكريم وعند السنة دون أن ينقبوا وأن يبحثوا، لأن التنقيب ليس وراءه شيء، التنقيب ليس وراءه شيء في مثل هذه الأمور. تنقب في ماذا؟ في أمور غيبية، يعني هذه أمور غيبية، فكيف تنقب في أمور أنت يعني أنت لا تعرفه كيف؟ يعني ولهذا هذا علم غيب عند الله تبارك وتعالى. أطلع عليه بعض رسوله، أطلع رسوله على بعضه، يعني بعض علم الغيب فقط، ولكن علم الغيب يبقى عند الله تبارك وتعالى. إذن فهذه الأمور أمور غيبية لا تحتاج إلى تنقيب ولا إلى كثرة التأويل ولا إلى يعني الكلام يعني الذي يريد يعني أن يخرج من هذه الألفاظ يعني أشياء ما فيها ولا أي شيء، كما وقع لأهل علم الكلام، نقبوا ونقبوا ونقبوا وأولوا وقالوا وقالوا وقالوا، ولكن يعني في النهاية تجدهم ما قالوا شيئا، يعني الفلاسفة أو المتكلمون في مثل هذه الأمور لما جاءوا لهذه الأمور يعني أطالوا الكلام فيها كثيرا وأطالوا فيها يعني أطلقوا لعقولهم العنان، أطلقوا لعقولهم العنان في مثل هذه الأمور، ولكن الحصيلة أنهم ما قالوا شيء، ما قالوا شيء، يعني في النهاية تجدهم لم يقولوا شيئا. ولهذا يعني السلف الصالح هكذا كانوا يعني يقرؤون هذه الآيات ويمرونها كما هي، يمرونها كما هي بدون تنقيب ولا كثرة التأويل ولا أي شيء. ففي مثل هذه الأمور في قول الله تعالى وجاء ربك، إنما أخبرنا الله وأخبرنا الحديث بأنه الله سبحانه وتعالى جاء لفصل القضاء بين العباد، كما في هذه الشفاعة بعدما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي والملائكة صفوف 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 عند ربها سبحانه وتعالى، الملائكة يعني صفوف وصفوف وصفوف في هذا الموقف أيضا، يعني الأنبياء والرسول والملائكة كلهم يعني في هذا الموقف، وأخبر الله تعالى بأن الملائكة يصفون عند ربهم، يصفون عند ربهم أي يكونون صفوفا عند ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث ذات النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه في الصلاة وقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فحث المصلين على أن يصفوا كما تصف الملائكة عند 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 الله عند عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا يعني حتى يتشبه الإنسان وهو في الصلاة وهو في مناجاة ربه سبحانه وتعالى يتشبه بالملائكة، يتشبه بالملائكة في الصفوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير نهى عن يعني عن عن يعني
يعني اعوجاج الصفوف نهى عن في الفرص تكون في الصفوف، نهى عن أمور كثيرة في الصفوف. يعني لماذا حتى يتشبه كما ذكرنا المصلي وهو في مناجاة ربه سبحانه وتعالى يتشبه بالملائكة؟ لأن كما في الحديث يتمون الصفوف الأولى، يعني الملائكة يتمون الصف، لأنهم سألوا قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأولى. ولهذا يعني الله سبحانه وتعالى يحب الصفوف المستوية في الصلاة، وكذلك يحب الصفوف المستوية في القتال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذه يعني هذه الصفات، صفة الصفوف في الصلاة يحبها الله. وأيضا تسوية الصفوف في القتال وفي الجهاد أيضا يحبها الله تبارك وتعالى. وكل هذا تشبيه بالملائكة، تشبيه بالملائكة. ولهذا الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن الملائكة في هذا الموقف قال وجاء ربك والملك، أي والملائكة صفا صفا، والملائكة صفا صفا، أي صفوفا صفوفا صفوفا، إلى يعني هكذا. إذن هذا الموقف أيها الإخوة يعني موقف عظيم، يعني موقف يعني عظيم، يوم 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 البعث ويوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ويعني كل الناس يقولون نفسي نفسي، حتى عيسى في الحديث يقول نفسي نفسي لا يسأل الشفاعة لأمي، لا أقول يا ربي أمي، بل أقول نفسي نفسي. وكلهم الأنبياء يقولون سلم سلم نفسي نفسي، يعني لأن الموقف موقف شديد يعني. وهكذا ثم الله سبحانه وتعالى يعني يفصل بين العباد، بين الخلائق على حسب أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. فمن رجحت حسناته على سيئاته سعيد سعادة لا شقاء بعدها، ولكن من ثقلت سيئاته على حسنته فهذا يعني في كما قال الله وأما من خفت موازينه، معنى خفت موازينه أي خفت حسناته وغلبت سيئاته على حسنته، فأمه هاوية، الهاوية يعني جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الله سبحانه وتعالى يجازي الناس على حسب ما كانوا يفعلونه في الدنيا من شر أو من خير. ولهذا المؤمن العاقل يحرص على أن يكون عمله دائما صالحا، يعني ويراقب فيه الله سبحانه وتعالى، حتى يعني إذا ما جاء عند الله يوم القيامة تغلب حسناته على سيئاته. إذن هذا هو، والأحاديث كثيرة في هذه الموقف، في الموقف وفي القيامة وفي محاسبة الخلائق وفي الميزان التي توزن فيه الحسنات والسيئات، وفي تطاير الصحف، وفي أخبار عن بعض الناس كيف وقع لهم، إلى غير ذلك. كل هذا في أحاديث كثيرة وأخبار كثيرة يطول فيها يعني الحديث. الحاصل أن المؤمن يستفيد يعني من هذه الآيات وهذا، ويعتبر بها ويتعظ بها ويجعلها دائما أمام عيني في حياته كلها. فإذا دفعته نفسه يعني لأشياء لا مخالفة للشرع، فيتذكر هذا يعني هذا الموقف، ويتذكر يعني وزن الحسنات والسيئات، ويتذكر يعني تطاير الصحف، ويتذكر أن هذا يأخذ كتابه بيمينه والآخر يأخذ كتابه بشماله. كل هذا يتذكره المؤمن ولا ينساه، حتى يبقى على شريعة الله، وحتى يبقى على هدى من الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة،
في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.